베이비 버스. مرحباً، اضغط هنا للاشتراك. هيا يا أطفال، لنحضر البيتزا الخاصة بنا. أيها الطهاة الصغار، هل أنتم جاهزون؟ أجل. هيا نحضر البيتزا معاً. أضع المارشميلو والحلوى. ما الذي تريدون إضافته أيضاً؟ المرق، قطع الجبن، حلوى العكازات. يام يام، لا أستطيع الانتظار. بيتزا الحلوى، بيتزا الحلوى، بيتزا الحلوى. هل هي حلوة؟ هل هي مالحة؟ ياك 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 ياك، لا لا لا، لم تعجبني، لم تعجبني، لم تعجبني. البابا أحبها. حقا؟ طبعا. هيا نحضر البيتزا معا. أضع شرائح البطاطا والفشار. إذا أضفت بعض الصلصة ستكون أفضل. يام يام، لا أستطيع الانتظار. البيتزا الخفيفة، الخفيفة، الخفيفة. حارة جدا. ياك 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 ياك، لا لا لا، لم تعجبني، لم تعجبني، لم تعجبني. أوه لا، إنها الصلصة الخطأ. هيا نحضر البيتزا معا. أضع الزبادي وحلوى الشوفان. لو أضفت بعض الليمون ستكون أفضل. يام يام، لا أستطيع الانتظار. البيتزا الصحية، الصحية، الصحية. لم تعجبني، لم تعجبني، لم تعجبني كل تلك البيتزا. لقد أعجبت البابا، لا تحزنوا. سنعد بيتزا لذيذة في المرة القادمة. لذيذة، لذيذة، لذيذة.